وصلنا لفقرة الجمال والإبداع واللذاذة، بدي أقول بما أنه معانا بيرلا عبيد، صبية أمورها كتير، عمرها 15 سنة، فعلاً أشغالها وأعمالها اللي عم بتقوم فيها واللي جابتنا إياهم على الاستديو كل قطعة أحلى من الثانية. بدنا نقولها صباح الخير ونعرف كيف بلشت، مين عم بدعمها، وقديه بتقعد وقت وهي عم بتحضر كل هالقطع الجميلة. صباح الخير يا قمر. صباح النور، نورتينا بيوم جديد. شكرا. قديه حلو تكوني بعمر صغير بيرلا، العمر كله يا رب ما شاء الله عليك 15 سنة وعاملة كل هالشغلات وعاملة كل هالقطع الحلوة كتير. قوليلي كيف بلشتي؟ هلا انا وصغيره شوي ماما كانت دائما تجيب لنا دفاتر رسم نرسم. اكيد نقول هاي لماما اللي موجوده معنا بالاستديو. وماما كانت تعمل اكسسوارز فتعلمت منها. حلو. ولاني كنت احب الباربي اوكي فصرت اصمم تصاميم لهم. صرتي تصممي لهم اللبس والاكسسوارات. اوكي. ودخلت دورة اللي هي تطريز. طب خلينا نشوف، خلينا نفرج المشاهدين اللبسات اللي صممتيهم. بشبه فستان هيفا وهبي آخر شيء لبسته على الريد كاربت، كتير حلو. هذا إمتى صممتيه؟ يمكن قبل سنة تقريبا. أوكي، عشان تعرفوا التصميم عند بيرلا أفل. كتير حلو. قدي أخذ منك وقت هذا التصميم؟ انا بحب دائما لما ابلش اقعد مره واحده اخلص. اوكي، يعني بنفس اللحظه نشوف اللبسه الثانيه، وانت اللي بتقصي، انت اللي بتخيطي، انت اللي بتعملي كل هاي التفاصيل. بخيط يدوي مش على اله ماكينه خياطه. شو شو بتخربي اشياء بتاخدي قماش من وين قولي لي؟ من اباعي فرقت اباعي ماما. لازم تأمني لها قماش على هاي الحاله. قديه حلو، كثير حبيت صراحه. كمان اللبسه الثالثه، تنسيقك للألوان كمان كتير حلو بيرلا. طيب من بعد ما خلصتي بلبس الباربيات وحبك للباربيات اتطورتي، وعم بشوف لوحات، عم بشوف اكسسوارات. خلينا نحكي عن كل الموجود على الطاولة، من وين بتحبي تبلشي؟ بلش من التطريز. يلا بلشي من التطريز. اوكي، هلا انا بلشت اخذت دورة درزة وغرزة ب زهر، مركز زهر. حلو. هلا ما عم لمونا كثير اشياء، بس مع الممارسه صرت اقدر اعمل كثير اشياء، حتى عملت شخصيات منها فيروز. حلو كثير. دمجت بين الرسم والتطريز انه يكون شيء جديد. خيوط ودائره وحطينا خرز هيك انه يعطي كمان منظر حلو، انه مش بس خطان واللون تعليق. الازرق كمان حلو. هيك قطعه قد ايه بتاخذ منك وقت؟ هيك قطعة يعني إذا ما قمت وما عملت أشياء تانية تقريباً ساعتين بدها. برافو. عمركم 15-16، بشوفكم كتير لابسين هدول الأساور. قدي حلو لما أنت كمان تلبسيها وتكون شغل إيدك. فرجي للمشاهدين أكثر من لون، شو حلو. هدول بنستخدم لهم خيوط الحرير، مش نفس هذا الخيط. اوكي. هذا بيجي خيط معين انه يطلعها هيك ناعمه وتكون ما بتوجع الايد. حلو. وفعلا انا بلاحظ انتم دائما لابسينها ما بتشلحوها. فقد ايه حلوه لما بتكوني انت عاملتيها بايدك لصاحبتك، عن جد كثير حلو. انا كثير بحب اهدي، مع انه بكون عارفه انه الاشخاص اللي هاهديهم ممكن انه ما يلبسوها. بس بكون حابه اني اضلني تذكاري عند كل حدا بعرف. كثير حلو، كثير حلو. شو كمان هون تعليقات للمفاتيح، عم بنشوف كثير شغلات صراحه قطع حلوه. واضح انه ماما عم تدعمك لكل شغلك. مين كمان بدعمك من صحباتك؟ حدا من صحباتك حاول يتعلم مثلا مثلك، انه يلا نروح نشتغل سوا او نعمل شيء بما انه عطله هلا كمان؟ بصراحه هم كثير كسلين، كسلانين. احنا بنقول لهم صيروا ناشطين. فانا الوحيده اللي بيناتهم انه بدي اتعلم وضلني اتعلم اتعلم اتعلم، فعشان هيك دائما بكون لحالي. طيب اللي عم بيحضرونا الصبايا اللي قدك وحابين ياخذوا كل هالقطع الحلوه، كيف عم بتروجي لقطعك؟ واحكي لنا شو اسم صفحتك على الانستغرام عشان نطلب منك الشغلات الحلوه. عندي صفحه على الانستغرام بس هي باسم ماما، اسمها أوكي. غاده الشعباني. اوكي. وفي لي صفحه خاصه في اسمها بيرلا أوبيد. اوكي. وبتنزلي كل شيء عم تشتغلي، عم بتنزلي كل الصور. هلا انا لانه كمان بعرف اصور وعندي كاميرا، حلو، فبتساعدني كثير اني اصور القطع بطريقه هيك بيرفكت،
وانزلهم. حلو كثير، برافو صراحه عليكي بيرلا، انا مبسوطه فيك كثير، وبحب فعلا لما بشوف صبيه بعمرك عم تستغل الوقت، عم تتعلم كثير شغلات وعم تبدع بكل شيء هي عم تعمله. بدنا نسال عن المدرسه كيف العلامات، ما بدنا ياثروا. ماشي الحال. ماشي الحال حبيبتي بيرلا، نورتينا صراحه بيوم جديد، وانا مبسوطه فيك كثير.